هي فلسطين في سيناء تقريبا، هتبقى في جنوب فلسطين لان او ممكن في غرب فلسطين لان جنب مصر، ومصر وفلسطين فوق مصر يعني مش تحت. رفح تبع دولة فلسطين؟ لا في القدس. السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى فافايا وجزمته بقت في دماغه. ما عنديش معلومة، بس عارف ان هما بيتخانقوا مع رفح وايه؟ حماس، ورفح وحماس بيتخانقوا مع بعض. رفع تبع دولة، طبعا تبع دولة المفروض انها تبع الصين. الصين بلد جميل فيها حاجات غريبة، حاجات تظهر حاجات تختفي. رفع تبع العراق. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ رفع على حدود بين مصر وفلسطين. رفع تبع فلسطين. في رفع المصرية ورفع الفلسطينية. رفع في مصر؟ صح؟ مصر؟ مصر.